غاشيك أكثر مغاشيك تعميرا كاشيك خلع الغاشيك شنطري لاشيك أكثر مغاشيك. معنا الإعلامية الكبيرة ولأول مرة في هذا المقلب. طف أنه استقبلناك عندنا اليوم. يخليك شكرا. شعور متبادل. احنا شرفنا أيضا أن نكون يعني من مدعوين أيضا في ذكرى مرور 22 سنة على تأسيس مؤسسة الشروق العربي من الأسبوعية اللي عرفناها في 92 إلى شروق تي في، فيعني هذا شيء جميل جدا. نشكرك. حبينا بك باش انترفيو هكذايا نسقسوك واحد الأسئلة بك. بانيك لا شو بانيك علاش بانيك؟ ما خليها هذا فرحته سوق اول مره ويترعد ما ماشي ترعد ما انت وقت انت والو لا ما معليش ما كل مرتاح ما تخممش كل مرتاح ما تدنيش في بالك كاع. واش رايك تعطينا رايك مجلة الشروق العربي؟ هي في الحقيقه كما قلت الشروق العربي مؤسسه بحد ذاتها، يعني لانه عرفناها في التسعينات وعرفناها في بداية الانفتاح. الآن نحن نعيش الديمقراطية والانفتاح كما تعرفكم أنتم شباب مع شروق تي في وشروق اليومي حتى، ويعني النشر الواسع يعني تبقى في مقدمة الصحافة المكتوبة من يعني من الأوائل، يعني كمؤسسة من البداية لليوم 22 سنة يعني من النجاح من التألق وأيضا من التضحيات والتجربة هذه الديمقراطية، خاصة نحن في هذه الأيام نحيي عيد العالمي لحرية التعبير، فحرية التعبير هذه فيه تضحيات، يعني أنه أجيال وأجيال وأنتم جيل من جزء من هذه الأجيال التي قطعتها مؤسسة الشروق العربي جيل صاعد. إذا لازم تكون هذه السنة أنه تفضل هو يبان هو يبان لازم يبان كيف حبيتوني نوقف معها يدنا شوية وش بيك نسق فيها صح بالسياسة مخرج المصور بالسياسة أنا راقدين ودي بزاف شنو شباب ترقدوا كيف شباب ترقدوا احنا عياو احنا نوضوا حتى تاع الصباح صح بزاف علينا دوك انا نجيب واحد هذا يخدم معايا لا تقولش هذا واحد كيما هذا راه جزء منكم هو صحفي ما كاش بني قلت لك استاذ انت عندك وقتك والله ما كاين لا احنا فين دخلنا فين دخل شباب ما عنديش تجربه دخلنا كاع شباب دابا واقع ما عرفوش يكون تما انتم اللي تدخل معرفة تحسدوه ولا كيفاش يا موحي الحمد صح ولي بريزونطابل علاه ولي بريزونطابل سي لا مود جاي تحكي لي سروال دوكا يلا دوكا دميت خلاص خلينا خاطش قلق خويا والله العظيم خلينا نكملوا الروح خلي ساعدوا ما تمسيش خلي ساعدوا انت ماشي نورمالمون واحد جديد نورمالمون يسايسوه كذا هما واحد ما خرج متعلم بون مدام اصبر هاي تلفت لي تلفت لي اسمع هبلتوني على خليتوني تعرف زهير سيدة وخلاص سيدة تعرف زهير بن عرس ولا ما تعرفهاش تي تلفتوها لي تعرفها ولا ما تعرفها نعرفها نعرف لو مون دونتي كاع يعرف زهير بن عرس ولا ما تعرفهاش اش لو مون دونتي يعرفوا كاع زهير يعرفوا الجزائريين بارك الله يعرفوا بصح هو صغير ما يعرفنيش باش كان مازال ما كان صغير بصح كان صغير ماش عليه ما قرا جورناليزم ولا سيشيكمون لازم يكون تكونوا معاه نفسيا ساعدوه خليه يواصل خليه يواصل نرقد انا لا انا في اخر تسجيل معايا انا على ذاك راكم تعبتوا يا اخي اسمع استاذ سعد مش عليه مالا خلاص اللي درتها معليش دقيقه مدام دوك يساعدونا انا نريحكم باش لا ماشي شرط ديروا معايا خلاص درت شرف الله يسلمك لا ربي يعزك ان شاء الله ولكن يا مدام كي شتي قدامي الفيرتيش حكمنا اوه شنو ما تركزوش عليه علاش تركزوا على اللي في يده ما خرج عندنا هذاك الحاكم كل بلان لارج وقفت يا عمر اش مليحه هاي خلاص سدنا شويه لهنا ودير يدك هكذا ميكرو شدو هكذا باش ما تنساش يدك نقول لك من بكري دوكا اللي يعرف زي بن عروس يعرف زي بن عروس احوال جويه وي كنت زوينا الاحوال الجويه شتي كيفاش تما ماشي غير انا اللي الاحوال الجويه كانت معنا في استوديو واحد كان استوديو واحد نديروا فيه كلش كاع يغلطوا ما كاش اللي ما يغلطش تما كاع يغلطوا حبينا نسقسوك على ليميسيون تاعنا
ستارتار واسمها ستارتار فوالا ستارتار مطار فوالا. حنا الانسان كيولي ستار واش يحس روحه؟ واش تنصحي الناس كيكون واحد في الطياره؟ هذا هو السؤال اللي حبيت نقوله. اخويا انا ديجا مانيش ستار كما بالمفهوم تاع ستار، لانه ما عندناش نو اسمح لي دوك ستار هذا كونسيبت، هذا مفهوم. حنا ما عندناش في الاعلام وما كاش ستار يقول لك فيدات، هذه في مجال هوليوود وفي مجال السينما يخرجوا ستار، لكن ستار في التلفزيون واحد يقدم اخبار ولا يقدم لا ميتيو كما قلت احوال جويه ولا ما يكونش ستار، يكون مقدم اخبار، مقدمه اخبار رئيسيه تاع النشره الرئيسيه. شي ماشي تواضع الانسان دوك عجب بالي الانسان اللي يكون باش ربي يرفعه اللي ترفع يكون متواضع. فوالا هذا هي بالله العظيم والله العظيم غير صح تقلق. ودوك اسمحوا لي باسكو الوقت شوف ما تخليش نبدا ونحطها في راسي فكرت ان هذا السلاح قلت حقيقه تخرجوه. شوف انا ما خرجتوش هذا قسما بالله، شوف نقول لك موح تكملوا قسما بالله العظيم غير نتيري لا روح بعد شعلي شتيري قسما بالله راني جاي موح موح فك بلي راني جاي صح واش كدير لنا هكذا؟ شنو ندير هكذا؟ خلينا نكملوا الخدمه تقولها ستار طار صح لا ما جبتها معي ستار قدامك قدر روحك انت انت هي ستار انت يا حبيبي صح علاش كتجبد في الكابوس وكذا خليه باش يولي ستار لا هو فهمت خليه باش يولي ستار يتكون اقسم بالله قلنا لك جوزنا ما فهمتش انا علاش كتجبد لنا في السلاح؟ كل دقيقه تجبدوا لنا يا خويا ما زيدش راه في الامن هو يخدم في الامن ولا بصح علاش زعما هكذا تجبد لنا جينا نخدموا ولا جينا نخدموا تروح المدام انا نحكي معها علاش تحكي عليها العان في خي صاحبك صديقك علاه هذا ندير معاه العان علاش خلاص ندير هكذا خلاص خلينا نكملوا خلاص خلاص خدم خلاص انا ما نقدرش نكمل هكذا على بالكم انا هكذا ما نقدرش نكمل لا لازم تدوك تصبر على باسكو هاك تحط في ظرف كيما هكذا لازم تبين فاني لا باش كيما قالك ستار لازم تصبر ماشي هكذا مادام التعامل فينا هكذا مادام خلاص خلصنا هذوك ما تقدريش تروحي بلا ما تهضري انا في بالي تلغوا هذه الحصه كاع والاستجواب وتتهنى وتدخل مرتاح سي مادام انا سامح علاش 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 يا اخي علاش علاه انا قديدرة انا مهبول الناس كاع تعرفني او اسلم بالله العظيم من انت اكتر انا ماشي اكتر انا اكثر من اكتر لا اكتر ماشي اكتر انا انسان مهبول من راسي قسما بالله غنقول لك حاجه غنصفي حسابي معك اسمع يا دوك نحبسوا ولا هادي شوف نقول لك حاجه الا زدت خدمت مع الشورى الا زدت خدمت مع الشورى نتبادلوا الا زدت خدمت مع الشورى نقطع راسي انا نقطع راسي تبادلت ها خلاص يلا خلاص صباح وانت تضرب والله ما فهمت ضربت من بعد تشوف الضرب كيفاش داير انت مخاش كيفاش حصه الاخرى ما شفت تحاوزني تحاوزني دوكا قلت ديبيتا قلت بس هو مبتدئ بصح مبتدئ ماهوش هو في بدايه الطريق لازم تعاونوا هو على ما هو صبر عليك هو صبر شفتو انا صبر ولا صبر ما ولا هو صبر فاني ما ردلكش ما ردلكش بالقباحه ما ردلكش بالقباحه ما قلتليش شغل قبحت معاه انا نه. انا قبحت معاه لا لا كي دوك هكذا وانا ونواسي درت الدجاس يعني اللي صح لا لا كي دوك هكذا وانا ونواسي درت الدجاس يعني اللي صح تقدر ما نديروش ايه اش كتب كي ما لا اه واش راكو ديروا لنا هنا كيفاش الميسيون الاخرى زعما شغل كتب كي غيروا مني مادام حق ربي غير يغيروا مني هادو ما علاش يغيروا دوك نفهمك علاش باسكو انا داخل معرفه هذا ما كان عندي العرف دخلت معرفه هذا ما كان لا غير هو دخل معرفه حنا كاع دخلنا معرفه سيتي وواحد يدير مشوار الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مشوارو هو دخل معرفة احنا قاعد دخلنا معرفة سيتي وواحد يدير مشوارو صح ما تدخلش دوك هذا الشيء دخل معرفة ولا ما تدخلش دوك هو يخدم في خدمته حاسبه على العمل والله ما تغير صاحبك هذا في نفسك معليش نكملوا خلونا نكملوا عندكم لما ماج ونروحوا من بعد الحكايه انا كبير عليه ما ضم كبير صح لازم انت تبقى راسك مرفوع سي واش بيك شتي لي جورنالست هذوك هضره لا لا هي الكريتيك اللي يعطوك لي كريتيك كنت تبكي هكا نبكي بصح ماشي قدام الناس من الاخرى انكم تتعاونوا ربما عندك سنتين وثلاثه لك في الشروق تي في بس تي في جديده دوك يفون لا توليرونس لازم نتعاونوا مع بعضنا واحد ما زاد متعلم حنا تاعنا كي دخلت كنت بتات جافي لو ميم اج 21 او 22 ما كنتش نعرف كنت نخطا وندير اخطاء في المباشر وندخل الدار نبكي كيما واسا تقلق ولكن من الانسان يبينش الوجه هذاك تاع بلي هو ضعيف وكذا ان شاء الله سيدتي كي تدخلي للدار هذه المره ما تبكيش احنا نحبوك ونعزوك ونقدروك ولينا شارف انه جبناك لينا لي ميسيون تاعنا ستارت اب دوك هذه جديدة جديدة نعم بالبركة وتشوفيها تشوفيها في رمضان إن شاء الله ما لا طرت أنا نعم طرت واش درتي؟ طرت طرت سيسا كاميرا في الطاق في الكاميرا كاشي استخطر ايه وسلاحة بيتا عاد اللي وزتني صح تلعبها انت اكثر كبير ما صح لا ما باش ما خاطر بصح جديدة ماشي تاع الصح ماشي تاع الصح فيفا نقول لكم حاجة ستار طار طار عطينا كل مرة واش نقول لكم يا الله يا الله نشكركم على هذا الحصة اللي درتوها في رمضان إن شاء الله رمضان كريم على كل جزائريين والجزائريات الصحة والعافية ورمضان كريم وكل عام أنتم بخير السلام عليكم سمع نشكرك سيدتي الفاضلة على تواضعك أما أنتم غدا كالعادة في نفس الوقت ونفس القناة الشروق تي في مع حلقة جديدة والمطرب جانان المغناوي غني علي شيخ الله يستر